ننتقل للخبر بتاع كابتن عبد الواحد السيد اللي تعامل مع تفوق النادي الأهلي عليه كأمر طبيعي في تصريح كان كوميدي تناوله الناس على وسائل الإعلام. الأستاذ رحب بكوميديا وكان لا حتى صوته هو في حاجة كمان، هو كابتن عبد الواحد السيد من وهو في الملعب كان بيتعامل مع أهداف النادي الأهلي بصدر رحب، دايما كنا نشوف ابتسامته على طول، ابتسامة بعد الأهداف، أحيانا اشتباك مع عمرو الصفتي، كان دايما كابتن عبد الواحد راضي بنصيبه. قال في التصريح: مفيش مهاجم في الأهلي، كنت بعمل حساب وأنا في الزمالك، بعمل حساب وأنا في الزمالك، لأن الكرة كانت كده كده بتدخل فمش فارقة. تصريح كابتن عبد الواحد اللي أثار كتير جدا من جمهور على السوشيال ميديا التفاعل معاه، وهو تصريح لطيف. كابتن عبد الواحد استقبل حوالي 29 هدف من النادي الأهلي، ولكن التصريح كان بفلسفة إجده ميت وإجده ميت أخاف مني، يعني طبيعي الكرة داخلة داخلة لا محالة. فبالتالي مش فارق مع الكابتن عبد الواحد أي مهاجم، والحقيقة احنا بنشكره على التصالح مع النفس والصراحة مع النفس. وننتقل لقضية أخرى وهو بيان اتحاد